السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نصدر الريفت للراينو. هقول له فايل واقول له ان انا عايز اعمل اكسبورت وكات، واقول له ان انا عايز اصدره دي اكس اف او دي دبليو جي. دي دبليو جي ده خاص بالاوتوكاد، دي اكس اف هو تبادلي بين البرامج المتخصصة في الكاد. بيقول لي اختار الاسم، وهقول له انا عايز احطه على الديسكتوب، وبعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هروح للراينو. هقول له فايل انسيرت او امبورت. هنا هو مديلي امتدادات كتيرة، فممكن تقول له اوتوكاد مثلا، هنا الدي جي ان، هو الاوتوكاد اكيد موجود بس يمكن انا مش شايفه. فخلينا نروح للديسك توب ويختار الملف هو الدي اكس اف، واقول له اوبن. فهو بيقول لي انت عايز تعمل امبورت الان ريفرنس لاير، امبورت ان ريفرنس بلوك، لو انت في حاجه مش عايزها ممكن تشيلها، عايز تحول للبول لاين لسيرفيس مثلا، اجنور سيكنس. تبدا تشوف ايه اللي انت محتاج ان انت تحوله وتقول له اوكي. المبنى هو بقى موجود، فتقدر تيجي هنا وتقدر تغير بقى الفيجواليزيشن بتاعه. ممكن تقول له انا عايز اشوفه كريندر كشيدد زي ما انت عايز. المهم ان هو بقى موجود، فتقدر تعمل عليه اللي انت عايز تعمله على الراينو. ممكن تكون عايز تعمل اناليسز، تعمل سيموليشن زي ما انت عايز.